النقطة الخامسة، إننا يمكن في هذا الصدد أن نخطو خطوة أخرى ونقوم بانحصار احتمال ليلة القدر بين الليلتين 21 و23، بمعنى أننا نستطيع أن نؤكد على ضعف أو سقوط احتمال أن تكون ليلة القدر هي في 19 من شهر رمضان المبارك، فإنه احتمال ضعيف وليس عليه حجة معتبرة، فينحصر الاحتمال بالاطمئنان العرفي والمتشرعي بالليلتين الأخرتين عن 21 و23، وهذا هو المقصود مما ورد من قولهم عليهم السلام، لاحظوا ما أيسر ليلتين فيما تطلب، أو يقول بحسب الرواية ما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين، فإن مثل هذه الأخبار دالة بوضوح على تردد ليلة القدر بين ليلتين وليس بين 3 ليالي كما عليه سيرة المتشرعة في أيامنا هذه ومن مدة غير معروفة. والأمر الأمر الذي ينتج إسقاط الليلة 19 عن الاعتبار من هذه الجهة، وخاصة بعد الالتفات إلى أن الليلتين اللتين يقصدهما الإمام عليه السلام منحصر أيضا بالاطمئنان العرفي والمتشرعي في 21 و23، ولا يحتمل الشمول لغيرهما بأي حال. ولو كان الاحتمال متحققا في 3 ليالي أو أكثر لذكره الإمام عليه السلام، في حين أنه لم يذكر أكثر من ليلتين.